لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون. مناصر فريق المولودية الجزائرية وليد كوسة الذي يبلغ من العمر 23 سنة، عضو الغرين كورسر الذي سقط بالأمس من فراغات مدرج علي عمار بالدويرة، اللهم ارحمه واغفر له وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. مناصر المولودية وليد، قبل بداية مواجهة المنستيري في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي يرحمك يا وليد ويصبر أهلك ويصبر كل الجزائريين اللي كانوا بيحبوك، وبالأخص جماهير مولودية الجزائر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وياريت يا جماعة كلنا ننزل وندعيله في خانة التعليقات بالرحمة والمغفرة، لأن دعوة 40 غريب مستجابة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.